بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا واحد التمرين كيجمع لينا ما بين معلم في المستوى الاحتياط ديال النقطة المتجهة ثم معادلة مستقيمة. إذا التمرين اللي عندنا هو أيضا أو إي جي معلم متعامد ومنظم، نقاط آر أفصول ديالها 3 الأفصول ديالها 1، بي أفصول ديالها 1 الأفصول ديالها 7، وسي أفصول ديالها ناقص 1 الأفصول ديالها هو 3. ثم عدد النقطة إم الأصول ديالها 2 والأصول ديالها 4. أولا مثل النقاط أ و بي و سي و إم في معلم متعامد ومنظم، يعني هذا المعلم اللي رسمناه هو إيجي. تحقق أن إم منتصف القطعة أ بي، احسب المسافتين أو أ و أ إم، حدد إحداثيتين متجهتين سي إم و أو أ، بين أن إيكغيك تساوي 1 على 3 إكس، المعادلة المتصلة المستقيمة أو. ثم بين أن المعادلة المتصلة المستقيمة بي هي إيكغيك تساوي ناقص 3 إكس زائد 10. ثم السؤال 7، بين أن المستقيمين أو أ و بي متعامدين. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول، هو غادي نمثلو النقاط. إذا عندنا واحد المعلم متعامد ومنظم هو هذا، هنا معلم متعامد هو المستقيم المتعامد ومنظم، يعني نفس الوحدة ديال تدريج محور الفصيل هي ديال المحور الأراتي. يعني درنا 1 سنتيمتر، يعني 1 سنتيمتر كندرجو. ثم يعني النقطة الإحداثية ديالها هي 3 1، يعني 3 في الأفصول. النقطة الأولى يعني العدد الأول اللي كيكون هنا هو الأفصول، وهذا الأرتب. إذا عندنا 1 2 3، إذا هنا 3. ثم عندنا النقطة 1 اللي هي هذه. إذا غادي ناخد القوس نرسم واحد الخط عمودي، ثم غادي نرسم عمودي واحد آخر من هنا، والنقطة فين غادي تقاطعو هي النقطة إذا هنا أ، الأفصول ديالها هو 3 والأرتب ديالها 1. ثم عندنا النقطة بي الإحداثية ديالها 1 7، يعني الأفصول هو 1 والأرتب ديالها هو 7. إذا غادي نمشيو 1 كنوصلو 7. نحاول نرسم خطوط متقطعة. ثم عندنا هنا كاين 7 كنرسمو هاد النقطة ديال التقاطع، هي النقطة الإحداثية ديالها الأصول ديالها 1 والأرتب ديالها هو 7. ثم عندنا سي الأصول ديالها ناقص 1 والأرتب ديالها 3، ناقص 1 هي و 3 هي. إذا غادي نرسمو هاد العمود ديالها ناقص 1 هاهو كنرسمو. ثم غادي نمشيو 3، إذا عندنا النقطة سي الأفصول ديالها هو ناقص 1 والأرتب ديالها هو 3. ثم عندنا النقطة إم الأفصول ديالها هو 2 والأرتب ديالها هو 4، الأفصول ديالها هو 2 والأرتب ديالها هو 4. يعني نرسمو عمودي هو. ثم نمشيو للنقطة 4 هي هادي، الأرتب 4، كنرسمو واحد العمودي آخر. إذا النقطة من كيتقاطعو هي النقطة إم الأفصول ديالها هو 2 والأرتب ديالها هو 4، النقطة أ ثم النقطة بي ثم النقطة سي ثم النقطة إم. السؤال الثاني، تحقق أن إم منتصف قطعة أفري. يعني السؤال الثاني، تحقق أن إم منتصف قطعة أفري. يعني نقدر نحسب الإحداثية ديال النقطة ديال القطعة أفري، نشوف واش هي الإحداثية ديال النقطة إم. يعني إم ديالها عندنا هنايا هي النقطة أفري. إذا النقطة أ الإحداثية ديالها كما شفنا هي 3 1، و بي الإحداثية ديالها هي 1 7. إذا إلا جينا الأفصول، مثلا نعطي واحد النقطة إكس، الأفصول ديال يعني الأفصول ديال المنتصف ديالها مثلا إكس أ زائد الأفصول ديال النقطة بي مقسوم عليها 2 تساوي الأفصول ديال النقطة أ هو 3 زائد الأفصول ديال النقطة بي هو 1 مقسوم عليها 2، 3 زائد 1 هي 4 على 2 هي 2. ثم عندنا الأرتب ديال النقطة أ زائد الأرتب ديال النقطة بي مقسوم على 2 تساوي الأرتب ديال النقطة أ فهو كيساوي 1 زائد الأرتب ديال النقطة بي فهو 7 على 2. 7 × 1 = 7 هي 8، 8 × 2 هي 4. ولدينا إلا خدينا النقطة إم الإحداثية ديالها هي 2 4. إذا كنلاحظو بأن هذا فهو كيساوي الأصول ديال النقطة إم، وهذا كيساوي الأرتب ديال النقطة إم، إذا 2 × 4، ومنه إم فهي منتصف قطعة أبي. السؤال الثالث، احسب المسافة هو أ والمسافة عين 3، المسافة هو أ. هنا عندنا هو أ، نستعملو قاعدة أو. أو الإحداثية ديالنا أصل المعلم الإحداثية ديالها هي 0 0، و أ الإحداثية ديالها هي 3 1، و أ كتساوي جذر مربع الأصول ديال النقطة أ ناقص الأصول ديال النقطة أو سي 2 زائد الأصول ديال النقطة ولا الأرتب ديال النقطة أ ناقص الأرتب ديال النقطة أو سي 2. ثم من بعد تناولو الأصول ديال النقطة أ فهو 3، الأصول ديال النقطة أ ديال أو هي 0 و سي 2 زائد
الرتب ديال النقطة أ اللي هو واحد ناقص العنصر ديال الرتب ديال النقطة أو اللي هو صفر أس اتنين تساوي تلاتة ناقص صفر هي تلاتة، يعني تلاتة أس اتنين زائد واحد ناقص صفر هي واحد أس اتنين تساوي تلاتة أس اتنين هي تسعود زائد واحد أس اتنين هي واحد يزيد المربع 10. ثم لنحسب مسافة أم، عندنا أ الوحدات ديالها هي تلاتة واحد، و إم الإحداثية ديالها هي جوج أربعة. إذا نفس الطريقة، إذا أ إم تتساوي الأصول ديال النقطة إم ناقص الأصول ديال النقطة إم ناقص الأصول ديال النقطة أ أس اتنين زائد الرتب ديال النقطة إم ناقص الرتب ديال النقطة أ أس اتنين تساوي الأصول ديال النقطة إم فهو اتنين ناقص الأصول ديال النقطة أ اللي هو أس اتنين زائد الرتب ديال النقطة إم اللي هو أ ناقص الرتب ديال النقطة أ اللي هو واحد أس اتنين. نحول الفرق إلى مجموع، اتنين زائد ناقص تلاتة أس اتنين زائد أربعة ناقص واحد هي تلاتة أس اتنين. إذا اتنين ناقص تلاتة هي مجموعة لديهم إشارتان مختلفتان، يعني بعد نسبة واحد العدد نضرب الإشارة ديالو، ناقص واحد أس اتنين زائد تلاتة أس اتنين هي تسعود، ناقص واحد أس اتنين هي واحد زائد تسعة تساوي زيد المربع 10. لكن لاحظوا بأن أ إم و أ عندهم نفس المسافة. سؤال خمسة أو السؤال أربعة، إذا السؤال أربعة في هذه الحالة شنو هو؟ رابعا حدد إحداثيات متجهة سي إم، إحداثيتي متجهة سي إم. إذا سي إم عندنا إم الإحداثية ديالها هي جوج أربعة، و سي الإحداثية ديالها ناقص واحد ثلاثة. إذا سي إم إحداثية ديالها أصول النقطة إم ناقص أصول النقطة سي، عندنا الرتب ديال النقطة إم ناقص الرتب ديال النقطة سي. إذا سي إم نعوضو الأصول ديال النقطة إم فهو كيساوي اتنين ناقص الأصول ديال النقطة سي اللي هو ناقص واحد، الرتب ديال النقطة إم اللي هو أربعة ناقص الرتب ديال النقطة سي اللي هو تلاتة. إذا سي إم اتنين حول الفرق إلى مجموع هي المقابل ديالو هو واحد، أربعة ناقص تلاتة هي واحد. إذا سي إم إحداثية ديالها هي تلاتة واحد. ثم إحداثيتي متجهة و أ، أو الإحداثية ديالها هي صفر صفر، و أ الإحداثية ديالها هي تلاتة واحد. إذا أو أ إكس أو إكس أ عفوا ناقص إكس أو ثم الأرتب ديال النقطة أ ناقص الأرتب ديال النقطة أو، أو أ الأرتب ديال النقطة أ فهو كيساوي تلاتة ناقص الأرتب ديال النقطة أو اللي هو صفر، الأرتب ديال النقطة أ اللي هو واحد ناقص الأصول ديال النقطة أو اللي هو الأرتب ديال النقطة أو اللي هو صفر. إذا أو أ كتساوي تلاتة ناقص تلاتة هي واحد. ثم سؤال خمسة، بين لنبين أن إكغيك كتساوي واحد على تلاتة إكس هي المعادلة مختصرة لمستقيم أو أ، مستقيم عفوا أو أ. لدينا أو الإحداثية ديالها صفر صفر، أ الإحداثية ديالها تلاتة واحد، لنحدد ميل مستقيم أ. إذا إم كتساوي الأصول ديال النقطة عفوا الأرتب ديال النقطة أ ناقص الأرتب ديال النقطة أو على الأصول ديال النقطة أ ناقص الأصول ديال النقطة أو، إكغيك أ اللي هو واحد. إذا الميل المستقيم أو أ إم كتساوي الأرتب ديال النقطة الأرتب ديال النقطة أ ناقص الأرتب ديال النقطة أو، لأن المستقيم يمر من النقطة أو و أ على الأصول ديال النقطة أ ناقص الأصول ديال النقطة أو، الأرتب ديال النقطة هو واحد ناقص الأرتب ديال النقطة أو اللي هو صفر على الأصول ديال النقطة أ اللي هو تلاتة ناقص الأصول ديال النقطة أو اللي هو صفر، واحد ناقص صفر هي واحد على تلاتة. إذا المعادلة مختصرة المستقيم و أ تكتب على شكل Y كتساوي واحد على تلاتة إكس زائد بي، لنحدد بي الرتب عند الأصل. لدينا أو النقطة أو الإحداثية ديالها صفر صفر تنتمي إلى مستقيم و أ. إذا Y أو تساوي واحد على تلاتة ضارب إكس أو زائد بي،
الرتب ديال النقطة O اللي هو 0 زائد 1 على 3 ضارب تساوي 3 ضارب 0 زائد P تساوي قاعدة 3 هي 0 0 زائد P، إذن P يساوي 0. ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم، المستقيم O هي Y تساوي 1 على 3 X. ثم السؤال 6، بين معادلة مختصرة بالمعادلة مختصرة للمستقيم AB هي Y تساوي ناقص 3 X زائد 10. لأن هذا هو السؤال، لدينا A الإحداثيات ديالها هي 3 1 و B الإحداثيات ديالها هي 1 7. لن نحدد ميل بريميل المستقيم AB. إذا عندنا إم بريم هو الميل ديال المستقيم AB كيساوي الرتب ديال النقطة B مثلا مو الرتب ناقص الرتب ديال النقطة A على الأصول ديال النقطة B، عفوا ناقص الأصول ديال النقطة A. الأصول الرتب ديال النقطة B اللي هو 7 ناقص الأصول ديال النقطة A اللي هو 3 عفوا هنا الرتب ديال النقطة A ديال النقطة A اللي هو 1، ثم الأصول ديال النقطة B اللي هو 1 هو ناقص الأصول ديال النقطة A اللي هو 3، إذا كتساوي 7 ناقص 1 هي 6. هنا نحول الفرق إلى مجموع تساوي، لأن الحد الأول أكبر من الحد الثاني، إذا 6 لأنه بعد مسافة والعدد 3 عنده الإشارة ناقص، ناقص 3 ناقص 1 هي 2 تساوي 6 مقسومة على ناقص 2 هي ناقص 3. ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم AB هي Y تساوي ناقص 3 X زائد B بريم. لنحدد B بريم الرتب عند الأصل، ده لدينا مثلا النقطة A تنتمي إلى المستقيم AB، و A الإحداثية يعني Y A تساوي ناقص 3 ضارب X A زائد B. Y A الرتب ديال النقطة A اللي هو 1 هذا تساوي ناقص 3 ضارب الرتب الأفصل ديال النقطة A اللي هو 3 زائد B. 1 ناقص 3 ضارب ناقص ضارب 3 هي ناقص 9 زائد B. نحولو ناقص للطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة ديالها، تولي زائد 9 تساوي بي، إذا 10 تساوي بي. ومنه المعادلة المختصرة المستقيم أبي هي إيكغريك تساوي ناقص 3 إكس زائد 10. ثم السؤال الأخير، بين أن المستقيمين أو أ و أبي متعامدين. إذن 7، لنبين أن المستقيم OA عمودي على المستقيم AB. لدينا ميل المستقيم OA هو 1 على 3، إذا حسبناه لقينا بأنه يساوي 1 على 3 هو هذا على 3. ثم عندنا ميل المستقيم AB حسبناه هو ناقص 3 وهذا. باش نبينو بأن المستقيمين متعامدين يكفي نبينو بأن جداء ميلهما يساوي ناقص 1، لدينا 1 على 3 ضارب ناقص 3 تساوي ناقص 3 على 3 تساوي ناقص 1. بما أن جداء ميلهما كيساوي ناقص 1 فإن المستقيم OA عمودي على المستقيم أبي. لأن هذا هو المطلوب منا، وهذا يكون سلمنا التصحيح ديال هذا التمرين اللي كيجمع لنا طول الدرس ديال المعلم في المستوى الإحداثيات ثم معادلة المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.